اشاد رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي بجهود اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي بذلتها خلال الفتره المنصرمه على الصعيد الميداني وقال رئيس الجمهوريه خلال استقباله اعضاء اللجنه ان من محاسن عملها رصد الانتهاكات اولا باول ومتابعتها في ظل الظروف الصعبه لحالات الانتهاكات المستمره من قبل الانقلابيين في حق المدنيين عبر تفجير المنازل وتهجير الاسر وحصار المدن وقتل الابرياء من الاطفال والنساء وضحايا الالغام والمتفجرات التي يزرعها الانقلابيون في كل مكان وبصوره مروعه. هذا وتسلم الرئيس هادي تقريرا مصورا من رئيس اللجنه القاضي قاهر مصطفى يتضمن الانتهاكات بتفاصيلها المختلفه بما في ذلك تجنيد الاطفال والقصر من قبل الانقلابيين والزج بهم في حروبهم العبثيه. وكذلك حالات الاعتقال خارج القانون والاخفاء القسري وغيرها من الحالات المرصوده التي تضمنها التقرير بجوانبها المختلفه